مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم ومن خلال فقرات البرنامج سنتوقف مع أحداث رياضية محلية وعالمية، سنكرس معظم الوقت مع المحور الرئيس وهو استقالات وإقالات المدربين التي ضربت الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. يا ترى ما هي الأسباب وراء إقالة واستقالة المدربين بهذه الطريقة؟ ومن المسؤول عن هذا التخبط والتقاطع في العمل ما بين المدرب وإدارة النادي؟ هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بالأمر سنطرحها هذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، هذه مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة سنتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. سقط ليفربول أمام مضيفي ساوثهامبتون بهدف من دون رد بختام منافسات الجولة 17 للدوري الإنجليزي، لكنه برغم الهزيمة بقي متصدرا للبريمير ليج ب 33 نقطة. بما حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على ضيفي أستون فيلا بهدفين مقابل هدف ليخطف 3 نقاط وضعته بمركز الوصافة بنقاطه 33 وبفارق الأهداف عن المتصدر. في الليغا الإسباني واصل أتلتيكو مدريد صدارته للدوري بعد فوزه الصعب على مضيف ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 38 نقطة. فيما خطف ريال مدريد 3 نقاط مهمة ليرفع رصيده إلى 36 نقطة محتلا مركز الوصافة في الليغا إذ لفوزه على سيلتا فيغو بهدفين من دون رد في الوقت الذي يحتل فيه الأخير المركز الثامن ب 23 نقطة. في الكالتشيو احتفظ ميلان بصدارة ترتيب فرق الدوري الإيطالي إثر تغلبه على مضيفه بنفنتو بهدفين نظيفين رفع رصيده إلى 37 نقطة، في المقابل توقف رصيد بنفنتو عند 18 نقطة في المركز العاشر. كما ضرب أنتر ميلان ضيفه كروتوني ب6 أهداف مقابل هدفين ليحافظ على وصافة الكالتشيو ب36 نقطة، فيما تجمد رصيد كروتوني عند 9 نقاط بالمركز 19. وإلى الدوري الألماني حيث قلب بايرن ميونخ تأخره بهدفين إلى فوز كبير ب5 أهداف على ضيفه ماينز ليحافظ البايرن على صدارة البوندسليغا ب33 نقطة، بينما توقف رصيد ماينز عند 6 نقاط في المركز 17. مشاهدين الآن مع محور حلقتنا لهذا اليوم المخصص حول الاستقالات التي عصفت بمدربي أندية الدوري الممتاز وأسبابها مختلفة، منها عدم التزام إدارات الأندية بما يخص الاستحقاقات المالية اتجاه لاعبيها والمدربين، ومنها إزاء تدني نتائج فرقهم في منافسات الدوري لا سيما في نهاية الجولة 12 التي شهدت استقالة 5 مدربين. بالتأكيد العدد يزداد إذا ما عدنا إلى يعني بداية الدوري وحتى هذه اللحظة. بالحقيقة ربما هذه الظاهرة موجودة عالميا، لكن ليس بهذا الأسلوب ولا هذه الطريقة، فانعكاسات هذا الأمر له مدايات علينا أوسع من غيرنا، لأن الوضع العام للكرة العراقية غير مطمئن. فكيف سيكون أبعاد هذا الأمر على دورينا إذا ما استمر مسلسل الاستقالات؟ بالتأكيد أبعاده هي سلبية على النواحي الفنية والاستقرار التكتيكي وآلية العمل المنتظمة وعلى حتى على الحالة الاجتماعية والتزامات المدربين الحياتية في ظل هذا الظرف المعيشي الصعب الذي لا يعلم به إلا الله. متواصلون بمحورنا هذا عن الإقالات والاستقالات التي عصفت بمدربي أندية الدوري الممتاز في هذا الموسم، سنتوقف الآن مع آراء بعض المعنيين بالشأن الكروي حول هذا الأمر، سنتابع ولنا عودة. تغيير المدربين ظاهرة غير صحية استشهدها الكرة العراقية خلال الآونة الأخيرة، بعض المدربين وقعوا ضحية للقرارات الإدارات وبعض الإدارات لم يكن اختيارها موافق للمدربين،
وهذا التغيير المستمر بالمدربين يؤدي إلى عدم وجود استقرار بالكرة العراقية ويؤثر على المنتخبات الوطنية جميعها في المستقبل. المطلوب أن يكون اختيار الإدارة دقيق للمدرب وفق إمكانياتها المادية وإمكانات اللي يمكن توفرها من لاعبين وأمور أخرى. اللي إذا يحصل الآن عندما تسوء النتائج يكون المدرب هو الضحية. نتمنى الخلاص من هذه الحلقة بحيث أنه يكون المدرب عندما يتم اختياره يكون عقد طويل 4 سنوات 3 سنوات وحتى 10 سنوات حتى يعدنا الفريق. فالآن المدرب العراقي أصبح في محرقة وهذه المحرقة ستحرق الجميع ولا أعتقد في يوم من الأيام لا نجد مدربا يستطيع قيادة فريق كبير. بعض المدربين يستحقون ممكن أنا أقول لك رقالة بسبب نتائجهم الغير جيدة وهذا وارد في كل دول العالم يعني 7 مباريات أنت خسارات وفوز ممكن أكيد تغيير لكن البعض لا يستحق التغيير يعني شوف أنت مستوى يقدمون وضاعت الفرص لكن الحظ ما يحالفهم أو أخطاء تحكيمية ويشوف الإدارات تقيل هاي المدربين أو يصير ضغط على بعض المدربين يعني للأسف هاي الحالة نشوفها يعني ظاهرة غير جيدة وأتمنى على الإدارات بأن يكونوا صبر مع المدربين خصوصا اللي المدربين اللي يقدموا مستوى فريقهم لكن لم يحالفهم الحظ. أما من حق الإدارات في تغيير المدربين بسبب النتائج غير جيدة للفريق في أكثر من 5 مباريات. أتمنى إن شاء الله بالوقت القريب أنهم نقلل من هذه الظاهرة خصوصا أخواني الموجودين في الهيئات الإدارية. أنه أنا اليوم تمت تسمية مدرب الفريق سيناء أنا أظل على طول الموسم كل ما أعطيت الوقت وكل ما أعطيت الدعم ماديا ودعم معنويا في سبيل أنه شلون تنتج أفكاره شلون راح يطور من عملية اللعب وهاي بعد مثل ما تقول راح ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الفريق بصورة عامة وتتحقق النتائج. مشاهدينا فاصل قصير نكمل بعده محور صدى الرياضة لهذا اليوم خليكم ويانا. مشاهدينا نجد أن الاستقالة أو الإقالة هي نتاج لترهل عمل إدارات الأندية إزاء الأزمات المالية الخانقة التي تمر بها تلك الأندية والتي لا تتمكن من مجاراة بقية الفرق التي تمتلك ميزانيات تمكنها من مواصلة المشوار بنجاح. تفاصيل أكثر لهذه القضية في سياق التقرير التالي نتابع ولنا عودة. 12 جولة فقط من منافسات الدوري تكفلت بالإطاحة برؤوس 9 مدربين ولا نعرف ما تخبئه الأيام القادمة من مفاجآت قد تطيح بماراثون الدوري برمته إزاء تلك الأحداث. فأول الغيث كان في الديوانية عندما أقال العنكوشي مدرب الفريق حازم صالح ليأتي بسعد حافظ الذي ما لبث أن أقاله بعد 3 جولات فقط ليكون قصي منير هو صاحب الحظ الأوفر بهذه المعادلة ويحظى بثقة العنكوشي. نادي الشرطة صاحب أكبر ميزانية في الدوري العراقي لم يقف مكتوف الأيدي أمام تدني نتائج فريقه المتخمي بالنجوم ليقيل هو الآخر مدربه عبد الغني شهد ويأتي بمدربه السابق ألكسندر أليتش، بينما أقال نادي السماوة مدربه غالب عبد الحسين وسمى شاكر محمود بديلا عنه في خضم موجة الإقالات والاستقالات التي أفرزتها النتائج المتواضعة. في الوقت الذي تطرق مسامعنا أنباء عن جملة إقالات خلف الكواليس سيعلن عنها في قادم الأيام. هذه الزوبعة الأخيرة اللي صارت تغيير مدربين في كل ليل وضحاها يتبدل مدرب هذا أعتقد شيء خاطئ وأتمنى إنه ينظرون إلى الإدارات اللي تبقى على مدربها حتى لو فيه خسر أو ما خسر إنه يعطوا أقل شيء بمرحلة واحدة. وما إن بلغ دورينا الجولة 12 ضربت ماراثونهم عاصفة مدوية مفادها استقالة 5 مدربين مرة واحدة عندما كانت البداية من الزوراء الذي وصل مع جنراله باسم قاسم إلى طريق مسدود بعد أن أخفق الفريق في تحقيق الفوز 3 مرات فقط بينما كان التعادل حاضراً 7 مرات فضلاً عن هزيمة واحدة ليكون الطلبة على موعد مع استقالة مدربه أحمد خلف فيما لوح مدرب النجف حسن أحمد أكثر من مرة لكنه اتخذ قراره بالابتعاد رغم نتائجه المتميزة. وكان للنفطي حظ من تلك الاستقالات عندما أعلنها مدربه يحيى علوان وترك الفريق المثقل بالهزائم على عكس المواسم السابقة ليكون القاسم آخر من أعلن استقالة مدربه جاسم جابر على غرار سابقه.
حكم عملي مع نادي القاسم بسبب استقالة السيد رئيس الجهاز الفني الدكتور جاسم جابر. كان سبب هو عدم يعني توفير نوعية جيدة من اللاعبين، يعني اللاعبين اللي عندنا أدوات بسيطة جدا، أغلب رواتبهم ما تتجاوز 300 إلى 500 ألف، فهذا ما ممكن يصارع في دوري صعب جدا. تساؤل دائم ما يراود الشارع الرياضي، لماذا يكون المدرب الحلقة الأضعف في المعادلة الرياضية دائما؟ الجواب انتظرناه منذ عقود من الزمن ولم يطرق مسامعنا حتى اللحظة، والسبب يتعلق بغياب قانون حماية المدربين الذين باتوا بدون أي حصانة تجعلهم يمارسون مهنتهم التي لا يملكون سواها بكل أمان. فإذا ما استمر مسلسل الاستقالات سيكون دورينا في مهب الريح لا محال. مشاهدينا، وللحديث عن هذا المحور سينضم معنا عبر السكايب من بغداد مدرب فريق النجف السابق الكابتن القدير حسن أحمد للحديث عن هذه العاصفة التي ضربت بدورينا والتي كان نتاجها استقالة عدد من المدربين. فأهلا وسهلا بك كابتن حسن، وسعداء بانضمامك إلينا في صدى الرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بك أستاذ بلال، ومشتاق لك، يمكن صار فترة طويلة إحنا ما ملتقين، وخصوصا برنامجك صدى الرياضة. بصراحة أنا من مشتاق لك والله، وسعيد دائما أسمع أخبارك الطيبة، وهي فرصة سعيدة اليوم هم نلتقي بك كابتن حسن. يعني من خلال محور الحلقة تكلمنا يعني عن استقالة المدربين وحضرتك واحد منهم. لنبدأ من لحظة اتخاذك قرار الاستقالة، هل كان هذا القرار يعني ارتجاليا أم مدروسا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الكل يعرف أنه حسن أحمد بكل نادي يعمل يعني يبقى مستقر موسم أو موسمين، ومع النفط كانت هناك 4 مواسم متواصلة مع نادي النفط، أكيد هذا يدل على أنه يعني العمل بدراسة وبمنهجية وبتأسيس إلى بناء فريق صحيح. حقيقة يعني الحمد لله أنا على طول يعني ما أعمل بردات الأفعال، على طول أعمل بشكل يعني متأني وأخذ الأمور بدراسة وبعدين أتخذ قراري، وقراري على طول يكون صائب من خلال عدم الاستعجال باتخاذ القرار. استقالتي يمكن أكثر من مرة أنا يعني قدمت استقالتي، لكن حب الجمهور النجفي إلي وحب اللاعبين يمكن أثناني عن الاستقالة الأولى، لكن الاستقالة الثانية اللي هي أنا قلت ما بيها رجعة من خلال يعني تراكم السلبيات وتراكم الأمور يعني وعدم يعني عدم إجادة بعض إداريين النادي يعني متطلبات الفريق، تدي أنت حقق نتائج جيدة من لا شيء، يعني فريق النادي النجف الآن يعني ميزانيته خاوية من خلال تدي أنت توقف المطار بسبب وباء كورونا، يعني هو الراعي الرسمي للفريق النجف، فانقطعت الأموال، يعني صاب النادي شلل كبير، يعني بعض المستلزمات اللي يحتاجها الفريق البسيطة بالغير متوفرة، إضافة إلى اللاعبين اللي تعاقدنا وياهم، يعني لاعبين كلهم يعني نقول من فئة ثالثة، 10 لاعبين من الفرق الشعبية استخدمناهم، لأن تدي أنت الفريق ما الإدارة ما باستطاعتها يعني التعاقد مع لاعبين يعني سوبر أو لاعبين يعني عقودهم نقول كبيرة. أمام هذا احنا عملنا واشتغلنا والحمد لله قدمنا فريق جيد، وشهادة جميع يعني النقاد جميع الاستوديوهات التحليلية اللي يمكن أطلقوا على نادي النجف حصان الأسود بالبطولة، واعتبروه من أفضل فرق البطولة، لأن يؤدي أسلوب بلاعبين شباب غير معروفين، وقدم لمحات فنية وقدم أسلوب خاص بالدوري العراقي، يمكن أول مرة ننتج هذا الأسلوب وهذا التشكيل اللي هو 3-4-3، ونجحنا به. يعني بالجانب الدفاعي احنا 10 مباريات علينا هدف واحد، بالجانب الهجومي يعني السكور مالتنا قد يكون يعني وسط، وباقي الأمور الفنية قدمنا لاعبين يعني جيدين، والآن أصبحوا لاعبين من الفرق الشعبية، هم يمثلون 4 لاعبين بالتشكيلة الأساسية و5 لاعبين هم بمصطبة الاحتياط، هم من أبناء النجف، وهي أول مرة يمكن تحدث منذ سنوات طويلة نادي النجف
بسياسة حسن أحمد بدأ يعتمد على لاعبين نقول لاعبين المحافظة. بالتأكيد كابتن حسن، بصراحة يعني مثل ما تفضلت يعني نتائجك تتحدث عن نجاحك المستمر سواء يعني مع النجف أو النفط أو الأندية الأخرى أو حتى المنتخبات التي يعني عملت معها، لكن لا تزعل مني، قرار الاستقالة أراه أنا لا يتلائم مع كل هذا الإنتاج وهذا العطاء. يا ترى يعني هنالك أسباب لربما أنت ما ذكرتها، هنالك أسباب خفية وراء الكواليس؟ أستاذ بلال، يعني أنت تعرف أمام هاي النتائج اللي حققناها الآن إحنا بمركز الثامن وتفصلنا ثلاث نقاط عن الفريق الرابع، يعني تسلسل الرابع، وعندنا مباراتين مؤجلة، إحنا عندنا مع الكر وعندنا مباراة نفط الوسط اللي صار عليها إشكال وممكن تنعاد المباراة، يعني ممكن نوصل للمركز الثاني. يعني أمام هاي النتائج اللي مثلا يجون اللاعبين يقولوا لي كابتن إحنا لحد الآن لا عقودنا لا رواتب، يعني أمام هذا نقول إحنا وصول الفريق لهذا المستوى المفروض تكون إدامة للنتائج الجيدة، منها يعني أكيد يعني عقودنا ليس بالخيالية أو ليس بالكبيرة، ممكن إنه 150 مليون يمشون كل الفريق لحد ما تنتهي المرحلة الأولى وتبدي المرحلة الثانية، فهذا ما صار. يعني أمام الحاع يعني شديدة بالنسبة إلي أمام الإدارة، لكن الإدارة ما استجابت لطلبي، فأنا أمام هاي الحالة وبعض الجوانب السلبية اللي قلت لك إنه ما نقدر نذكرها، يعني هي يعني نقول تدخل ضمن التجهيزات، تدخل ضمن بعض الأمور، منام، فندق، هاي ما نذكرها إحنا يعني، لكن اللي أنا أريد توصل له يعني اللاعب جاي يلعب وبحافز، يعني أنت لازم كان إنه تطيع على الأقل نسبة أو نسبة من العقد الأول، يعني دفعة الأولى هي هم تقريبا 35 ما مستلمين سوى يمكن 40% منها، يعني نقول أبو 10 ملايين ممكن مستلم 3. فأمام هاي الحالة يعني بدأ التذمر باللاعبين، وأنا أريد أحافظ على الفريق وأعمل ضغط على الإدارة أنه قلت لهم أنه 4 أيام أنطيكم يعني دبوا شيء قليل للاعبين انطوهم وأنا أتراجع عن الاستقالة، لكن هذا ما حصل لحد الآن. تتحدث عن الإدارة كابتن حسن، يعني بالنسبة إليك يعني عن حقوقك مع النادي، هل تم تسوية الموضوع يعني بالتراضي لحد الآن؟ يعني الموضوع بقى متعلق؟ لا لحد الآن بقى متعلق، لأن أنا تقريبا أطلب يعني 5 رواتب وأطلب تقريبا نص 50% من الدفعة الأولى اللي هي يعني 35% من العقد. نعم. طيب كابتن حسن ابقى معنا، سنتابع معا استطلاعا لآراء من أهل الشأن يعني أعربوا من خلالها عن مسلسل استقالات المدربين وهذه الظاهرة غير الصحية. نتابع كابتن حسن ولنا عودة. هي بالأساس هنالك مشكلة عراقية رياضية قائمة فيما يتعلق اختيار المدربين الذي لا يقع على عاتق جهات فنية، لجان فنية متخصصة معروفة مهنية 100%، ولكن دائما ما نرى في الأندية العراقية يعني أغلبها، لا أقول كلها، أغلبها يعني يكون الاختيار يقع على رئيس النادي وربما بعض الأشخاص المتنفذين معه، ويكون الجانب المالي هو أساس في ذلك أو العلاقات أو غيره من هذه الأشياء المشاعة في المؤسسات الدولة العراقية بصورة عامة وليس الرياضة بصورة خاصة. نعتقد أن الاستقالات طبيعية وتنسجم مع الواقع والبيئة العراقية، وستشهد الأيام القادمة المزيد من هذه الإقالات أو الاستقالات. هذا الموضوع طبعا أصبح يعني مثل المواد كل سنة، دائما دارات الأندية بداية الموسم يتغير المدربين بهذه الطريقة المجحفة، على إدارات الأندية تستفاد من أخطائها. عملية تغيير المدربين لن تأتي بثمار إيجابية في المستقبل القريب أو البعيد، وعلى كل إدارة نادي أن تفكر بأنه إذا تستجل مدرب أن تعطيه الفرصة الحقيقية والمناسبة والمساحة الكافية للعمل حتى يقدر يبين نتائج عمله.
أهلا بك من جديد كابتن حسن. اليوم ونحن نتكلم بشؤون الكرة، أنت تعلم لابد أن نشمل المنظومة بأكملها، يا ترى من المسؤول عن هذا التخبط والتقاطع بالعمل يعني ما بين المدرب وإدارة النادي؟ والله استاذ بلال، يعني انت تعرف إدارة النادي يعني المفروض يكون عندها تخطيط، يكون عندها يعني انا ما اتكلم عن إدارة النجف، إدارة النجف فيها ناس جيدين يعملون، لكن نقص الأموال خلاهم بهذا الوضع. اما بالنسبة لل يعني باقي الإدارات، يعني اكيد يعني هو انت من تخفق بجانب اكيد هي الإدارة، لان هذا جانب إداري. ما اعتقد الاستقالات والإقالات اللي تتم هي بحق المدربين نقول هم سبب بيها، ممكن تظهر عندنا حالة او حالتين، بس بهذا الكم من العدد المدربين اكيد هناك خلل. الخلل انا اعتقد يمكن الجانب المادي يعتبر جانب رئيسي، اضافة الى عدم التخطيط وعدم المنهجية بالنسبة لعمل الادارات، هو هذا السبب. يعني على طول يخلي كمان مشاكل، يخلي المدرب بزاوية ضيقة، وبعدين اللي يدفع الثمن هو المدرب. طيب كابتن، يعني احنا يعني دائما نلاحظ ان النادي الذي يستقيل مدرب فريقه الكروي مباشرة يعني يأتي بمدرب بديل. السؤال الذي يراودنا بصراحة، كيف يوافق المدرب الجديد على العمل وهو يعلم جيدا أن زميله المدرب استقال لعدم وفاء الإدارة معه؟ احنا انت تعرف وهذا يعني انا اقول يعني يدخل ضمن يعني نقول مثلا العدم حقية، يعني نقول انه كل مدرب ينتظر فرصة. المدرب البديل من يجي بعد المدرب هو يتمنى فرصة، لان اكثر مدربين تدري الان ما لهم فرصة يعني بالشرف على أندية، فمن تجي الفرصة يدخل بها وبدون تخطيط وبدونها، عكس بعض المدربين اللي نقول احنا مدربين محترمين، مدربين لهم اسم، لا يدرس الامر. يعني انا صدقني جاني الان عقد من نادي، يعني الان هو بالواجهة الإعلامية، لكن ما يعني تأنيت ويعني موافقت، لأن أكو تدخلات وأكو عمل عشوائي. يعني المال، إحنا نقول المال على طول مو هو اللي يحقق لك النتائج، التخطيط هو اللي يحقق لك النتائج. فمن يسقط مدرب أو يستقيل مدرب، الشاهد إنه الإدارة كيف ما شاء إنه تريد تسد هذا المجال وتسكت الجمهور، تجيب مدرب بدون دراسة، بدون علمية، بدون يعني تأني، فشوف النتائج بدل ما تتحسن راح تكون نتائج سلبية. هو كابتن حسن نعم. يعني معذرة على المقاطعة، ولكن هو هذا هم تساؤل بصراحة هسه من خلال كلامك، يعني راودني هذا التساؤل، يعني يضعنا في حيرة من أمرنا. مفاده أن الإدارة التي غير قادرة على تلبية طلبات المدرب وجهازه المساعد، وأنت تعلم معظم الإدارات تصل مع المدرب إلى طريق مسدود، كيف لها أن تتعاقد مع غيره من المدربين؟ هو هذا السبب أنا قلت لك، يعني الإدارة من تفشل مع المدرب يعني ما تلبي له يعني طموحه، أو ما تلبي بعض المتطلبات اللي يطلبها في سبيل ديمومة الفريق، تروح يعني بالمدرب الجديد توفر ما وفرته للمدرب السابق. زين ليش؟ انت المدرب السابق مستقر ويمكن ما عنده طلبات، وهو لا عرف لاعبيه، هو من اختار اللاعبين، وهو من وضع الاسلوب. فالشاهد انه يعني الادارات ما توفر للمدرب القديم مثل ما توفر للمدرب الجديد، ومهما توفر حشته بجيبه. يعني نقول مثل ما يقول المدرب الجديد من يجي يقول لك هاي ليس اختياراتي، وانا يحتاج لي وقت ويحتاج لي هذا، فما يكون امام مسؤول امام الادارة بالنتائج، فشوف النتائج راح تبدي سيء ويبدي تأخر بالنسبة للفريق. طيب كابتن حسن، لك مني خالص الشكر والتقدير على انضمامك معنا في صدى الرياضة، هل لك كلمة أخيرة؟ والله أنا يعني أشكر قناتكم الكريمة، وأشكر يعني أشكرك بالخصوص، وأشكر كادرك المميز.
وإن شاء الله يعني نتمنى أنه كرتنا ترتقي إلى مستوى أعلى. فنتمنى يعني أنه من خلال برامجكم الكريمة صدى رياضي يعني اللي هو يعني معروف بالوسط الرياضي، فممكن هذا التثقيف يكون ضمن البرامج الرياضية والإعلاميين اللي يثقفون هذا العمل، حتى يعني تكون كرتنا خالية من الشوائب، وإن شاء الله تحقق نتائج إيجابية بالنسبة للأندية والمنتخبات الوطنية. وبالأخير يعني أشكركم على إتاحة الفرصة للتحدث بهذا الجانب. شكرا كابتن، شكرا جزيلا. مشاهدينا، كان معنا المدرب القدير حسن أحمد، نشكره طبعا لانضمامه معنا وتوضيح كل الأمور التي تتعلق باستقالة المدربين في الدوري الممتاز، فشكرا جزيلا له. مشاهدينا، إذن هكذا شهدنا زوبعة من الاستقالات التي ضربت دورينا الكروي، وهذا يدل على التخبط والفوضى والتقاطعات بالعمل ما بين المدرب وإدارة النادي. بالتالي يعني لا يوجد قانونا لحماية المدربين، ولا توجد أصلا رقابة صارمة من قبل الجهات المسؤولة عن اللعبة من أجل على الأقل تقدير وضع حد لهذا السيناريو المستمر الذي للأسف لابد أن يكون له انعكاس سلبي على ديمومة واستقرار الدوري من جهة، والكرة العراقية على وجه العموم. لا نعلم ما تخبئه الأيام المقبلة من مفاجآت إزاء تلك الأحداث والقرارات غير المدروسة والصحيحة. على الموعد نلقاكم بإذن الله. هذه تحياتي، بلال بداع، مع السلامة.